يعني الولاد ناموا والهانك خرجت، يعني اشوف حد من اصحابي عشان اقعد اتكلم معاه. طب ولو قلت لك اقعد معاك انا تتكلم معايا؟ ماشي، بس ما نتكلمش في اي حاجه تجيب نكد. حاضر، اعمل لك كوبايه ليمون تروق دمك الاول. لا 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 لا، ولا ليمون ولا حاجه، انا كده كويس. قال لي يا اميره، تعرفتي المرحوم جوزك ازاي؟ شفت بقى، اهو انت هو اللي بتجيب سيره النكد. الله يخرب اهلك يا اميره، يعني عايزه تقولي لي ان سيره جوزك بتجيب نكد وانت مش كنت بتحبيه ولا ايه؟ احبه، ده انا شفته مره واحده يا استاذ عبد المنعم يوم ما كان جاي يطلبني من امي، وساعتها ما كنتش عارفه انه جاي يشوفني انا. يلا اهو كل واحد بياخد نصيبه. تعرفي يا بنت اميره ان انت ظروفك عامله زي ظروفي بالظبط. ليه كده يا استاذ عبد المنعم؟ بعد الشر على الست لقى. لا انت فهمتي غلط، انا اقصد يعني ان انا شفت لقى برضو مره واحده، ساعتها عجبتني قوي، قلت هي دي. قعدت اتحنك اليمين وشمال لحد ما اعرف هي بنت مين، وعرفت ودخلت مع ابوها في شغل. وحياتك 3 ايام وكنت عندهم في البيت قاعد على السفره بغدا انا وهي، وبعدها باسبوع رحت جاي كاتب عليها على طول. هو النصيب بيجي كده. بس يا خساره، ما لحقتش اعرفها، ما لحقتش افهمها، مع اني متاكد انها من جواها انسانه كويسه جدا، لولا بس الوش الكاوتش اللي بتبقى لابسه ده لو تقلعه هتبقى احسن الناس. بس بتحبك. تفتكري ايه اللي افتكر؟ دي حاجات ما يعرفهاش الا احنا يا ستات. طب ما تعلمينا يا بت وينومك فيها ثواب. انا اعلمك؟ ده انت سيد العارفين يا استاذ عبد المنعم. انا بكلم بجد والله، بس انا ساعات وانا يعني مؤاخذه وقت بتكلم معاها يعني بحس ان انا واقف قدام صندوق متبرشم بقفل انجليزي معيش مفتاحه. الكلمه الحلوه يا استاذ عبد المنعم، اي ست بتحب الكلمه الحلوه والحنيه. الحنيه مفتاح قلب اي ست في الدنيا. حاولت وحياتك وفشلت. انت بس اللي قلبك طيب واحنا هنا حبتين. عارفه يا بنت اميره، العظيم انت زي العسل وجميله جدا. ربنا يجبر بخاطرك يا استاذ منعم. وانا بنت بشحت ولا ايه؟ انا بكلم بجد، عارفه لو الزمن يرجع بيها 10 سنين انا كنت اتجوزتك انت. ها؟ ودي تيجي يا استاذ منعم؟ هي العين تعلى عن الحاجب؟ احيانا بتعلى لما العين تورم. يا بنت في ايه؟ وانا قلت حاجه تزعلك ولا ايه؟ انت طيرت كل الناس دي، ده انا اتمنى اعيش خدامه تحت رجليك، ده انا نفسي اشوف. اميره اميره،